الواحد تعب من كتر العزف يعني. ايام صعبه على الوسط الفني بس هتقعد تريدي ايه يا صاحبي؟ انا بقول لك اهو كل اللي انت عايزاه. اتفضل. هتقعدي هتعملي فيها صحفيه بقى؟ انا فعلا صحفيه. فعلا صحفيه يا جماعه. والله العظيم الواحد يقول انه الدنيا مش مستاهله والله العظيم اي حاجه. الحمد لله على كل حال. يعني لسه من كام يوم مصاب فينا اشرف مصلحي وادي مام الدينه وقبلها كان باباها. يعني مفيش من فتره قليله يعني. يعني الحمد لله على كل حال وإن لله وإن إليه راجعون وكل من عليا فعلا. السلام عليكم. كده تمام. خلاص يا ولد خلاص شكرا. قال لك ابو صور الجنب بعمل لكم ايه؟ خش انت الا والده دينا النهارده الله يرحمها يا حضرتك كنت زي حفل مزروش ويجعل مسواها الجنة ان شاء الله مصبر دينا على فرقه النهارده اسبوع فيه اكتر من فنان توفى.